دين الإسلام خالص من كل باطل، من كل خداع، من كل مكر وغش وخيانة. دين خالص، دين صاف. وكذلك المسلم يستوي حاله من ظاهر وباطن على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر. أما الذي يغش ويخدع ويمكر ويختلف ظاهره وباطنه، فهذه الخصال ليست من الدين، هذه من خصال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي ألا يدخل فيه غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.